البنات كي دايرين لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير وعلى خير. اليوم غادي نبداو غادي نشارك معكم كيك ديال السابانيغ ولا لي زيبيناغ كيجيو رائعين في المذاق. تيجي يعني الشكل ديالها رائع والمذاق لذيذ بزاف. وبالنسبه للدراري الصغار اللي ما عزيزش عليهم لي زيبيناغ فهذه حيله زوينه ليهم ياكلوا فيها لي زيبيناغ. اول حاجه غادي ناخذوا لي زيبيناغ بهذا الشكل هذا، غادي نطحنوه في المونينيكس، غادي نضيفو لي زيبيناغ كاملين هنا. هذا الشكل هذا انا غسلت لي زيبيناغ. بالنسبه لي زيبيناغ ما كنحتاجوش بزاف، كنحتاج غير هاد شويه هذا صافي. غادي نزيدو عليه شويه ديال الماء. بالنسبه للكيك كناخذو كاس قد هذا تقريبا ديال لي زيبيناغ مطحونين طبعا صافي. كنطحنو بالنسبه للكيك كنحتاجو كنضيفو يعني المقادير ديال الكيك عاديه. اول حاجه غادي ناخذو 3 ديال البيضات، غادي نضيفو عليهم كاس ديال سنيده، وغادي نضيف عليه كاس ديال الزيت صافي. وغادي نبدا نطرب هذا الخليط هذا. دابا غادي نضيفو الكاس ديال الحليب وغادي نضيفو لي زيبيناغ. هانتوما كتشوفو 200 يعني 200 ميل صافي. غادي يعني كاس ديال لي زيبيناغ، كاس ديال لي زيبيناغ غادي نضيفوهم هكا. عاتي المذاق البنات والامهات كيجي رائع رائع، خاصكم تجربوها لان فريمون صحيه والمذاق ديالها زوين بزاف. المهم بسم الله غادي نبداو نخلطو دابا، ولكن الاذان دابا سمحوا دابا غادي نزيدو هكا الفانيليا، نضيفو عليها نقيطة ديال الفانيليا. عرفتي لي زيبيناغ مع الفانيليا كيجيو رائعين رائعين جد جدا، هذا تيجي واعر بزاف. وغادي نضيفو عليه الخمارة ديال 10 غرام كيف ما كتشوفو، شي ديال 5 غرام 10 غرام يعني جوج خمارات صافي. وغادي نخلطو الخليط هكا. بالنسبه للبنات المول ديالنا حطيناه دوزنا عليه يعني دهناه بالزبده، ما بغيتش ندير عليه الطحين هكا باش الطحين ما يبقاش باين بيض مع الكيك خضر. دابا غادي نصبوا الكيك ديالنا هنايا بسم الله. من
بعد البنات فاش درنا الطاوه هكا درنا المول فيه الكيك بحال هكا، كنبداو نديروها ثلاثه المرات بحال هذا الشكل. هكا باش المول باش العجينه ديالنا كتدور على كتقاد في كاع الجوانب. دابا غادي نحطوه في الفران 180 درجه المده ديال 40 دقيقه. كيف ما كتشوفوا البنات دابا خرجنا الكيك من الفرن، كنبعدوه واحد شويه بحال هكا على سميتو، كنتاكدوا بانه راه ما غاديش يلصق لينا في الطاوه. دابا غادي نجيبو هادي وغادي نطلقوه بحال هكا. عارفي الكيك ديالنا كيجي بهذا الشكل هذا زوين لذيذ. صافي دابا غادي ناخدو بحال هكا هي شي شويه ديال الحليب وغادي نبداو نفزقو هي شي شويه هكا، نخليه يشرب شي شويه بحال هكا. خليه يشرب بسم الله. صافي صافي كنخليوه بحال هكا تيفزك. صافي غادي نخليوه دابا يا غادي نخليوه شي شويه هكا يرتاح لينا، بيد ما غادي نوجدو غادي نوجدو لا كريم شانتيي. بالنسبه لا كريم شانتيي غادي ناخد كريم شانتيي بودرة وغادي نضيف عليهم كاس ديال الحليب بارد. صافي وغادي نضيف عليهم كاس ديال الحليب بارد هكا. غادي نديرو هاد الغطايه باش ما يخرجش لينا داك داك غادي نزيدو على هاد إلا بغيتو تزيدو عليها تزيدو عليها مثلا 200 غرام ديال الكريمة طازج. هذا طازا بينر هو الكريمة ديال بحال الشكل ديال الجبن ديالنا حنايا. إلا ما كانش تقدروا ديرو فرماج عادي. دابا انا غادي نضيف واحد جوج معالق هكاك ديال البينر يا 100 غرام بحال هكا ديال الفرماج. وغادي نعاودو عاوتاني نطربو. هاد الفرماج هذا كيعطيها لذة رائعة. البنات بالنسبه للكيوي انا وجدته قطعته بهذا الشكل هذا.
غادي نديرو اول حاجه غادي ناخدو الكريمه غادي ندهنوها هي الاولى الكريمه ديالنا فغادي ناخدو الكريمه ديالنا بهذا الشكل هذا وغادي ندهنوها هنايا صافي من بعد مني كندهنوه بهذا الشكل هذا دابا غادي ناخذوا الكيوي ديالنا وغادي نحطوه نستفوه بهذا الشكل هذا الشكل هذا تحلية بهذا الشكل هذا كتجي رائعة دابا ما يمكنليش ندوقها على ود راني صايمه وصايبشها في النهار هانتوما كيفاش كتشوفوا الكيوي ما كي كيبقى لداخل مع الكريمه كتجي بهذا الشكل هذا فوالا كنتمنى تعجبكم الكيك ديال الكيك اللي صايبش معكم كنتمنى تجربوها لانها فريمون تستاهل تجربوها لذيذه بزاف